واللي يقول لك تخرج 400 ودير في اللي ما في حال واش شنو ولا خرجتي اكثر من 400 راه عندك الاجر مع الله. واحد عدد زاد غادي يجي كثيره شويه بالنسبه لهاد الوقيته هذه. شحال هذيك كنا كنخرجوا 15 درهم على حسب. هو هذا العام قالوا 20 ولا 20 درهم. الفتره كنا الناس الاولين اللي خرجوا القمح 2.5 كيلو العدد ديالنا الاولين. دابا العدد دابا هو اللي يقول لك تخرج 400 ودار في اللي ما في حال واش شنو كيفاش خرج 400 بزاف عليه. هادو 6 دراري 7 دراري 400 بزاف عليه. شنو غندير ان شاء الله؟ ان شاء الله نتبعوا العدد ديالنا حنا الناس الاولى نشرو القمح ونعبروه شحال من الحفنه ونخرجوه الفتره ديالنا. كل عام وشحال تيخرجوا هذاك هذا العام تزادت واللهم توفيها ولا اللهم توفيها ولا تنقص منها. هذا المعنى اللي قلنا في الشريعه الاسلاميه الفتره اللهم تزيد عليها وما تمشيش ناقصه. عندك اجر مع الله عز وجل والنبي عليه السلام. هذا العام قال لك 400 كنا تنخرجوها 300 وهذا العام 400 ولا خرجتيها اكثر من 400 راه عندك الاجر مع الله. المهم الحمد لله ماشي غادي نقدر هنا كاينين بزاف خاصها تفرقها بزاف ديال المواطنين كل واحد كيفاش غادي على حسب المستوى ديالو. ما 20 درهم تيبان لي زعما الحمد لله كنبدا على حسب شحال ما كاين عدد شحال عنده العدد مثلا عنده واحد العدد زاد غادي تجي كثيره شويه بالنسبه لهذ الوقيته هذه. ملي كنت انا بوحدي تي 20 درهم نقدر نعطيها الحمد لله. المهم هي احسن الاوقات هذه احسن تعطيها فلوس وصافي لان ديك الفتره وديك الشيء اللي كانت ديك الساعه ما نظنش دابا تكون قدام. وبالنسبه للوقت دابا اللي حنا فيها هاد الازمه هذه اللي ماشي حنا بوحدنا راه العالم باسره قادرين نخلصوها ان شاء الله باذن الله. يعني ماشي مشكل تنعطيوها الناس اللي غيستحقوها. الناس اللي سيستحقوها تنعطيوها لهم تنعطيوها الاكثريه تنعطيوها فلوس. هذا هو تنعطيوها فلوس. انا السنين الاخرى تنعطيها فلوس لان كاين الناس محتاجين الفلوس. تيقول حنا محتاجين الفلوس عطيها لنا فلوس تنعطيوها لهم فلوس وهادشي اللي كاين هو. وحنا المهم على حسب الاستطاعه ديالنا هذا هو اللي شحال الموال فاش خرج؟ شحال هذيك كنا كنخرجوا 15 درهم على حسب. هو هذا العام قالوا 20 ولا 20 درهم بالنسبه اللي ما بحالش ولا غير قاصها عليك. المهم حنا نديروا اللي في جهدنا والكما راه على الله ان شاء الله. هو على حسب الاستطاعه ديالنا حنا ان شاء الله على حسب الوقت. موش نخرج 300 درهم 15 درهم. وبالنسبه للمعيشه اللي ولات غاليه وحاجه كلشي ولا غالي يعني حتى الفتره غادي يزيدوا فيها يعني 20 درهم في المتناول ماشي للجميع ولكن على قد الحال كل واحد هو. بالنسبه لك نتايا انا نقدر نخرجها الحمد لله. بالنسبه لي 20 درهم اربعه الناس شويه تجي 80 درهم شويه غاليه خاصها المواطن الدرويش بالنسبه لينا حنا كاملين.